أبو يوسف يقول الشيخ: ماذا يقول المرء في سجود السهو، وماذا يقول في الجلسة التي بين سجدة السهو؟ وجزاكم الله خيرا. كما يقول في الفريضة، يقول في سجود السهو ما يقوله في سجود الصلاة تماما، يقول سبحان ربي الأعلى الواجب مرة والأكمل ثلاث مرات، ويدعو كما يدعو في صلاة كما يدعو في صلب الصلاة. نعم.